اتحاد كرة القدم والمتحدث الرسمي أن لائحة القيد لم تمنع أي نادي من إضافة اللاعبين لقائمته في أيام العطلات الرسمية، موضحا أن أندية الدوري الممتاز تسجل لاعبيها لدى اتحاد كرة القدم مباشرة وليس المناطق التابعة لها. كل ده شيء طبيعي عارفين طبعا. قال ايضا ان بطاقات القسم الاول تستخرج من اتحاد كره القدم، اما الثاني والثالث والناشئين فتستخرج البطاقات من المناطق التابعه لها النادي. تمام. المنشور الذي حصل عليه النادي الاهلي على نسخه منه قبل بدايه الموسم يؤكد ان فتره التسجيل الثانيه اعتبارا من الثلاثاء 1 يناير وحتى الخميس 31 من يناير، ولم نذكر اي استثناء ولا يوجد اي اجتهاد في النص. اضاف العبرة في الأساس بصحة الإجراءات التي تمت، واليوم السبت أجازة رسمية في اتحاد الكرة وتم تسجيل لاعبين لسموحة والداخلية. طب ما هو على فكرة يعني ما طبيعي إن هو يقول كده ويعمل كده، ما هو طالما اشتغل امبارح يبقى لازم النهاردة يسجل سموحة، يبقى لباقية الأندية طبعا، لباقية الأندية طالما يعني يعني عارف اللي هو إيه، أنا الجمعة مش أجازة. طب ما انت كده كده فتح السبت، وايه ما انت فتح انت اللي فتح السبت عشان تطلع تبرر وتقول الكلام ده. طب ما قلتش الكلام ده امبارح ليه؟ ما قالش الكلام ده امبارح ليه؟ طب ما يعني ما قالوش غير النهارده بالليل او النهارده الظهر ولا النهارده بعد ما سموحه والداخليه ايدوا ليه؟ ماشي. يعني واضاف العبره في الاساس بصحه الاجراءات. تمام. ووصل هناك وقائع سابقه تؤكد ان ما حدث مع بيراميدز ليس استثناء، فقد عملنا يوم 6 اكتوبر الماضي يوم عطله رسميه لكن تم خلاله قيد لاعبين في قطاع الناشئين للانديه. واكمل سبق ان قمنا بقيد لاعب نادي الزمالك احمد علي كامل اثناء حظر التجول واضيف لقائمه نادي الزمالك في الساعه قبل الدقائق من منتصف الليل. واردف لم نمنع الاهلي من قيد اي لاعب يوم الجمعه، واذا كان هناك تصريحات من احد الزملاء صدرت بشكل غير مناسب ربما يكون بسبب شعوره بتوجيه اتهامات مباشره له. انا يعني مش فاهم، هو ده برضو ممكن يكون مبرر من حضرتك يا كابتن احمد؟ يعني ايه هو انا دلوقتي، انا بس سؤال، انا والله العظيم ثلاثه ويعني ما اعرفش، وحضراتكم برضو قولوا لو انا غلطان او لو الناس غلطان، انا بسال سؤال. طلع مسؤول معانا في مثلا مش معانا، او طلع دلوقتي انا جبت حد سالته قلت له بكره اجازه ينفع ايد جيرالدو؟ قال لي لا ما ينفعش تايد جيرالدو عشان بكره اجازه. صح؟ مش الموضوع كان كده؟ صح ولا انا مظبوط؟ صح صح. طيب جه يوم الجمعه ايد لاس من فرقه ثانيه، طب ده انا افهمه ازاي؟ انا افهمه ازاي؟ يعني لو حضرتك الكابتن وليد العطار كان طلع يوم الخميس وقال يا جماعه الجمعه ده اي حد يأيد اي حد، ما كانش حد اتكلم ولا كان حد فتح بقه ولا كان حد قال حاجه والدنيا مشيت. طيب ولا انا بتكلم غلط؟ مظبوط. لكن احنا بنسال سؤال. انا مسؤول، انا مسؤول عن البرنامج ملعب الاهلي مثلا، جه واحد سالني معاك الكابتن خالد بيبو؟ قلت له لا مش معايا الكابتن خالد بيبو، وبعدين لقى الكابتن خالد بيبو قدامي، طب ده معناه ايه؟ اصل انا كنت خايف، ما هيقول ان انا كنت خايف ان انا اقول ان خالد بيبو معايا. لا جه فجاه مثلا، او جه فجاه مثلا، او حاجه، يبقى حاجه حصلت. هو ده اللي احنا بنساله. لا هو سؤال تاني بس كابتن سلام كمس، هو ليه اتحاد الكوره بيدافع بالقوه دي؟ يعني دي عايز مسؤول برضه ليه برضه؟ خلاص انت عملت حاجه والنادي الاهلي دلوقتي بيدور ياخد حقه، او بيدور ان هو شاف يشوف صح ولا غلط، شوف صح ولا غلط. ايه بقى الاهتمام الزياده قوي اللي هو دخلت بس على الاتهامات يعني؟ بس احنا امبارح هنا يعني قلنا الكلام ده. بس انا كل ده السؤال الوحيد اللي انا بساله، هو الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ انا يعني القيد الالكتروني والكلام ده كله كلام محترم وكويس واحنا عارفينه وحافظينه، ده على النت على طول على السيستم يدخل. حضرتك تقول لنا اكتر منا اكتر، تفيدنا اكتر في الموضوع ده. ولكن السؤال هو بس الجمعه مش اجازه؟ انت كده النهارده طالع تقول ان الجمعه مش اجازه بدليل ان انت اشتغلت السبت، هو بيقول كده كابتن احمد. اوكي طيب ما قلتش الكلام ده امبارح ليه؟ ما قلتوش يوم الخميس ليه؟ انت طالع تقول السبت بالليل او السبت الظهر بعد ما خليت سموحه وخليت الداخليه ايده. طيب لو كانت الظروف مختلفه ومحدش ايد يوم الجمعه كنت هتعمل كده السبت ولا لا؟ اكيد لا. وبعدين اعضاء اتحاد كره القدم تقيم في كل حته دلوقتي، يعني ما يعني ما حدش في الاهلي يا جماعه، اقفلوا شوفوا افتحوا اي قناه ثانيه هتلاقوا اي حد من اتحاد الكره موجود في اي حته. صح. وبيقول ان احنا مش اجازه الجمعه. لا يعني هو يعني يوم الجمعه خلاص مبقاش اجازه اتحاد الكوره. لا لا هو يوم الجمعه مبقاش اجازه خلاص عشان هم عارفين كده. ما هو لا يعني مبقاش اجازه، يعني اي حد بعد كده عايز يأيد يوم الجمعه عشان في يوم الخيط كده، ما في يعني فيش اجازه خلاص. مفتوحه يعني، اتفقنا. مفتوحه طبعا، ربنا يستر. ما اعرفش الجمعه الجايه جمعه وسبت ايام لا بس انت لو حبيت تلات جمعه. لا
اشمعنى انا؟ اه انت الاهلي. لا انا برضو. اما فيما يتعلق بامكانيه حصول الاهلي على قيمه الشرط الجزائي بعد عوده عبد الله السعيد، قال الكابتن احمد مجاهد طبعا اذا كان هناك شرط جزائي يمنع اللاعب من العوده للدوري المصري بعد انتهاء علاقته باهلي جده فهذا امر يجمع ناديين من دولتين مختلفتين ويفصل فيه الاتحاد الدولي فقط. ده كلام محترم يعني من خلال اللجنه بقى اللي احنا او اللي الكابتن خطيب النهارده كونها في بعضويه الكابتن عمرو فاروق نائب الرئيس والكابتن خالد الدلنداني عضو او امين الصندوق والاستاذ حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني. هذه اللجنه بقى اللي هتقدر تتكلم، ولكن يعني انا وقفت عند التصريح ده لانه كان يعني محتاج بعض التوضيحات صح يعني صح. لكن احنا كل واحد بيتكلم والله والله يا جماعه بجد احنا ما عندنا اي عداوه مع اي حد. كابتن احمد مجاهد من حقه ان هو يطلع يقول، الكابتن فلان من حقه ان هو يطلع يقول، ولكن احنا بنسال سؤال ونتمنى ان حد بس يرد عليه. يعني ليه الكلام ده كله ما اتقالش من يوم الخميس؟ بس هو ده السؤال اللي هم بس يمكن اسلام بيوضحوا ان يعني ما فيش حاجه متعمده مع النادي الاهلي، وان ده موقف كان ممكن يتعمل مع يعني اي نادي تاني، بدليل ان هم يوم السبت يعني برضه برغم ان الاجازه جمعه وسبت فتحوا برضه للسبت يعني الانديه الثانيه او اللي متداول عندنا في مصر خلال ال 20 30 50 الف سنه اللي فيها مصر ان احنا يوم الجمعه ده اجازه. أجاز. يعني تقوم جاي رايح الاسكندرانيه مثلا بيعملوا ايه؟ يروح يوم الجمعه يصلوا الجمعه والحاج الوالد ينزل يجيب السمك ويقعد وناكل السمك صحيح. هو البولتي والبولي الصغير، البولتي الصغير ده صحيح. ده اللي متداول احنا الجمعه واقعد مع الحاج والحاجه واكيد بيبو في السويس حاجه ثانيه وحضرتك من هنا في حاجه ثالثه عاداتنا وتقاليدنا كلنا يوم الجمعه طبعا ان الجمعه بالنسبه لنا كده ولا يعني ده جديد اللي احنا بنشوفه هو يمكن بس عشان ما بقاش مثلا هو اليوم بيبقى مثلا 31 يعني احنا في بعض مثلا الاوقات في القيد العادي بقى مش هنتكلم عن تقاليد يناير الشهور العاديه اللي هي من بعد القيد الاولاني بيبقى في الاسبوع الاولاني من كل شهر ممكن يصادف ان يبقى في جمعه وهم سبعة ايام بس فبتضطر تفتح الجمعه لحالات يعني مهمه